البروتوكول دوت. ازاي انا وانا داخل الريف في مصر مع واحد ريفي قاعد على الطبليه هتعامل معاه باسلوب قاعد على الطبليه؟ انما ده رايح بلد. توقيع البروتوكولات مع الدول اللي زي دي في ازاي بتقابل رئيس الجمهوريه؟ ازاي ممكن افتكروا خمره او حاجه فما حبش هو يشرب؟ حطيت الكوبايه عادي، والمفروض طبعا دي مش خمره كان شربها عادي برضك، خدت بال حضرتك؟ في نفس الوقت يعني هو الوقت مش كان وقت برضك البرازيل، كان وقت بلد يعني. مجرد حضرتك خدت بالك الاقتصاد بتاعنا الخربان، الناس اللي قاعده في الشارع مش لاقيه تاكل، حاجات كتيره جدا يعني. هو طبعا غلط اللي هو عامله، هو ده مش اتيكيت خالص. هو اصلا احنا تعليقنا كله عليه هو كرئيس ما ينفعش ان هو يبقى رئيس. والله لا، انا مع الراي اللي هو بيعتقد ان هو بروتوكول، لكن هو طبعا لا دي انتوا تسمح. هو طبعا راجل يعني كفايه ان هو اصلا من الاخوان المسلمين وكان قائد في جماعه الاخوان المسلمين، فطبعا هو عشان عقيدته الاسلام استحاله يكون في فكره او في دماغه ان هو يكون موضوع خمره يعني، فهو بيعملها على اساس انها بروتوكول. طبعا ده بروتوكول، يعني ايه المشكله ان هو يغط الكاس ويشرب بعديها؟ يعني دي حاجه من الذوق والاتيكيت يعني. حتى تصرفه ان هو حط صباعه وبعدين حط الكاس على الترابيزه وما شربش منه، ده تصرف خاطئ طبعا. بس كان المفروض يشرب؟ طبعا كان المفروض يشرب. لا هو المفروض خبط الكاس في الكاس ده يعني ما يصحش، بس فهو اذا كان عملها فممكن يكون عملها ايه كبروتوكول بتاعهم هناك بس، لكن هو تشبيه بالخمره والكلام ده لا طبعا. ده راجل مسلم حافظ القران وما يعملش يعني حاجه زي كده تغضب ربنا. اكيد مش قصدي يعني، هو بس في ناس بتبقى عايزه تركز على حاجات معينه، ان هو يعني ايه ده المثل يقول يا عدوك بيتمنى لك الغلط وحبيبك بيبيعك الصدق. مينفعش يعمل كده عشان هو بيمثل بلد اسلامي، فما ينفعش يعمل حركه بتاع حاجه يعني دوله تانية او حاجه تانية. انا بالنسبه لي انا ان هو عادي حركه مثلا هو عملها لا يرضين في وسط الاجتماع او حاجه شيء تلقائي طلع منه عشان الناس اللي قاعده معاه، هو قاعد مع رئيس البرازيل صح، بس فبيتكلموا في حدود سياسيه، معنى ان هم يشربوا حاجه ويحصل كده ان هو عادي يعني طبيعي.